أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. شاب ثاني يوقف الترامواي والشرطة تتدخل على عجل. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء صباح اليوم الجمعة 28 مايو الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وعرقلة السير على السكة الحديدية الخاصة بالترامواي وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر. وكان المشتبه فيه قد أقدم على عرقلة سير الترامواي بشارع عمر الخيام بمدينة الدار البيضاء بشكل يمثل خطرا عليه وعلى راكبي وسيلة النقل العمومية المذكورة، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو وصور فوتوغرافية تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات أنه موضوع قضية جارية تتعلق بالاشتباه في تورطه في الهجوم على مسكن الغير والسرقة.